بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مع حلقة جديدة من برنامجنا خير الكلام من الجوار الطاهر للإمامين الجوادين عليهما صلوات ربي وسلامه. واليوم يصادف يوم 19 من رجب، وتقترب ذكرى 25 من رجب التي تصادف ذكرى استشهاد سيدي ومولاي موسى بن جعفر عليه صلوات ربي وسلامه، الذي نحن بحضرته وبجواره الآن. واقتربت هذه المناسبة وكثر الماشون والساعون وامتلأت الطرقات بسرادقات الحزن والمواكب، فنشكو ظلم ما وقع علينا على آل البيت عليهم صلوات ربي وسلامه إلى نبينا، ونشكو إلى نبينا قلة عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم نسألك بحق الإمام المظلوم المسموم موسى بن جعفر عليه صلوات ربي وسلامه أن تمن علينا بالفرج العاجل بظهور مولانا القائم المؤمل الآخذ بالثأر إن شاء الله. بهذه المناسبة الأليمة على قلوبنا، نحن خصصنا هذه الليلة وباقي الليالي من أجل إحيائها بهذه الذكرى الأليمة. أنا وكادر مكتب بغداد وجميع من يفد علينا من يعيننا على هذا المصاب من أجل إعلاء كلمة الإسلام، كلمة محمد وآل محمد إن شاء الله صلوات الله عليهم وسلامه. فعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل، وعظم الله لك الأجر زميلتي زينب. عظم الله أجورنا وأجوركم. مساء حسنا علوي محمديا علوي فاطمي حسني حسيني معطر بذكر محمد وآل محمد، والسلام على قائمة آل محمد إن شاء الله، الذي ننتظر بفارغ الصبر ظهوره المقدس ليملأ العالم عدلا وقسطا بعد أن ملئ ظلما وجورا. السلام عليك سيدي مولاي، إنما كنت في مشارق الأرض أم في مغاربها، ونحن على بعد العد العكسي لاقتراب ذكرى شهادة موسى بن جعفر الإباب الكاظم، روحي وأرواح العالمين إليه الفداء، ونحن بحضرته وبجواره لم نستلهم إلا الصبر والقوة والعزم والعقيدة والإصرار بإذن الله تعالى. في هذه الحلقة رح يكون حديثنا عن التسليم لأمر الله عز وجل، كما كان تسليم آل محمد الأطهار عليهم أفضل وتم السلام. فإذا أردت أن تقتدي فلتكن قدوتك محمدا وآل محمد عليهم أفضل وأتم السلام. وأيضا لا أنسى به أن أعزي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء عليها أفضل وأتم السلام، ونحن على مقربة من باب يسمى باب فاطمة الزهراء، إن شاء الله مقضية حوائجنا وحوائجكم بحق اسم فاطمة الزهراء عليها أفضل وأتم السلام، وهي تشاهد من السماء أولادها وذريتها ومحبينها وشيعتها وهم يظلمون، وإن شاء الله الله عز وجل هو الناصر لهذا الدين. ماذا نستلهم من فكر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في التسليم الحقيقي لأمر الله عز وجل؟ مقتطف واحد من الأدعية التي قد تطرق إليها الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول: إلهي وقلت وقولك الحق، لا خلف له ولا تبديل، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ذلك يوم النشور، إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور، اللهم إني أقر وأشهد وأعترف ولا أجحد وأسر وأظهر وأعلن وأبطن بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وإن محمدا عبدك ورسولك، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين ووارث علم النبيين، قاتل المشركين، إمام المتقين، مبير المنافقين، مجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين، إمامي ومحجتي، ومن لا أثق بالأعمال وإن زكت، ولا أراها منجية لي وإن
صلحت إلا بولايته والائتمام به والإقرار بفضائله والقبول بها والقبول من حملتها والتسليم لرواتها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدء هذه اللحظة واللحظات القادمة بإذن الله تعالى سوف يبدأ مكتب بغداد قناة كربلاء الفضائية وكل الكوادر على أهبة الاستعداد. من قبل يمكن ما يقارب الأسبوع إلى 10 أيام بدأت هذه الخطة المدرسة في كل عام في كل سنة للاستعداد بأنه نقدم العزاء بأبهى صورة تليق بمحمد وآل محمد والفكر والعقيدة التي نبحث فيها إن شاء الله أن نكون مساندين والمناصرين لسيدي مولاي الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الطاهر. عظم الله الأجر لك سيدي ومولاي صاحب الأمر. ونحن نذكر مشاهدينا الكرام بأن سيكون هنالك موعد معكم يوم غد عند تبديل الأعلام في العتبة الكاظمية المقدسة حيث يتم استبدال الأعلام لتكون الأعلام سوداء إذانا ببدء العزاء مع وفود الكثير من الزوار وأحيائهم هذه المناسبة الأليمة مواساة لصاحب العزاء مواساة للحجة القائم. مع وجود هذا التسليم لدى الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه وسلامه والتسليم لأمر الله تم عنده بقبوله بما جرى عليه صبرا واحتسابا بأنه يعلم جيدا بأن ذلك الظلم وتلك الظلمات في تلك السجون أبدت إلى وأمست وأصبحت نورا تنبلج من بين القضبان إلى كل أنحاء العالم ليميت كل بدعة ويميت كل فكرة نالت من خط أهل البيت عليهم صلوات ربي وسلامه. فلا يخفى علينا بأن ما جرى على الإمام الحسين كان لإقامة الدين وكذلك ما جرى على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بالذات هو أيضا إحياء لدين الله. لماذا؟ لأن الإمامة ممتدة إلى 12 خليفة من ذرية رسول الله وهم العترة. وقد وقف البعض عن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه ووقفوا عند إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه وسلامه. فكأن تلك الحشود المليونية تقيم هذا المأتم وتحيي هذه الليالي لتنبه العالم أجمع بإمامة هذا العالم الذي هو باب للحوائج وقاضي الحاجات وطبيب بغداد وقد اشتهر بعبادته ولا يختلف عليه أحد من علماء المسلمين كافة بعلمه وفضله وكراماته حتى صار سببا في أن يكون العالم قلوبها ومهواها إلى الإمام موسى بن جعفر فأدحضت تلك الطوائف التي لم تكن تقول بإمامته عليه الصلاة والسلام. إذن لهذه المسيرة غاية ولذلك الإحياء غاية غاية عظيمة ومهمة وهي إقامة الدين وإلفات النظر وتنبيه الناس إلى إمامة الإمام موسى بن جعفر والأئمة من ولده عليهم صلواته ربي وسلامه حتى قائمهم بما قد بلغ النبي صلى الله عليه وآله بأن هنالك 12 خليفة. لذلك ونحن في إحيائنا لهذا الأمر وإحيائنا لتلك الليالي إنما نشيد بذلك الدين وننبه إلى أن دين الله الحق هو اتباع العترة صلوات الله عليهم وسلامه. طبعا ننوه مشاهدينا الكرام إلى أننا نتلقى تعازيكم عبر الأرقام التي تجدونها أسفل الشاشة إذ نفتح اتصالاتنا معكم واللي يحب أن يقرأ قصيدة أو يعزي أو يشارك بكلمة للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أو يخبرنا بكراماته عليه صلوات ربي وسلامه بما جرى من الكرامات على يديه لكثير من العالم وقد جربنا هذا الأمر نحن في عوائلنا في أولادنا في أنفسنا في شيء يعني لا يمكن كالشمس لا تغطيه الغربال. نعم أحسنتم يا ابتهاج.
كثيرة هي كرامات أهل البيت عليهم أفضل السلام، لأنه مثل ما تطرقتم هم نور الله عز وجل في الأرض، لأنهم الموكلين وهم أولياء الله في تحقيق مبدأ العدالة الإنسانية التي دعا الله عز وجل إليها. الله عز وجل بالتأكيد لم يخلق البشرية والخلق عبثا، كانت هنالك رسالة حقيقية من الإله عز وجل، قد طبقها الأئمة المعصومين وعلى رأسهم في تلك السلسلة الذهبية رسول الله عليه أفضل وأتم السلام. ما وضحه الإمام الكاظم سلام الله عليه في قضية أنه تحديد جوهر التوحيد لله عز وجل، وأنه التسليم الحقيقي لأمر الله عز وجل يأتي بعد أنه أنت بداخلك بنفسك الحقيقية، يعني يكون هنالك تسليم حقيقي لله عز وجل بعدما يكون إيمانك وعقيدتك توجب عليك بأنه تكون موحد لله عز وجل، تعبده لا تعبد سواه إطلاقا. هذا ما دعا إليه فكر الأئمة أجمع، لا سيما الإمام الكاظم عليه أفضل السلام توحيد. اللي تطرق عن قضية عن محمد بن أبي عمير، قال: دخلت على سيدي مولاي موسى بن جعفر عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله، علمني التوحيد. فقال: يا أبا أحمد، لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى في كتابه فتهلك، واعلم إن الله تعالى واحد أحد صمد، لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا، وأنه الحي الذي لا يموت، والقادر الذي لا يعجز، والقاهر الذي لا يغلب، والحليم الذي لا يعجل، والدائم الذي لا يبيد، والباقي الذي لا يفنى، والثابت الذي لا يزول، والغني الذي لا يفتقر، والعزيز الذي لا يذل، والعالم الذي لا يجهل، والعدل الذي لا يجور، والجواد الذي لا يبخل، وإنه لا تقدره العقول، ولا تقع عليه الأوهام، ولا تحيط به الأقدار، ولا يحويه مكان، ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف والخبير، وإلى أن عدده بذلك إلى أن وصل إلى السميع البصير، ويقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. نستقبل أول اتصال هاتفي لتقديم التعزية، أحمد من ثيقار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن الله لكم العزاء. أحسن الله عزاءكم إن شاء الله. محمد وعلى محمد، وعجل فرج قائم على محمد. السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمد الجواد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر، البر الوفي، الطاهر الزكي، النور المبين، المجتهد المحتسب، الصابر على أدى فيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك، وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه. ربي فصلي عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك، إنك غفور رحيم. اللهم بحق محمد وآل محمد وبحق الإمام موسى بن جعفر، عجل فرج قائم على محمد. آمين. شكرا للاتصال. شكرا جزيلا لاتصالكم أخ أحمد. والآن لدينا اتصال من أبو علي من المثنى، حياكم الله. عظم الله أجورنا وأجوركم. عظم الله أجرك أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقك. أنا بالنسبة لي إذا أريد أوصف موسى بن جعفر ما أقدر أوصفه، ولا أقدر كرامات ما أوصفها، ما أقدر. يعني شو أريد أقول لك؟ واجبهم وفضلهم علينا اللي سووا للكرة الأرضية كلها. أيوة. إذا صار الدين هذا ما حد يقدر يوصفه، يعني ما حد يقدر يوصفه إلا الإله يقدر. يعني إذا أكو بشر يقدر يوصف بركات آل بيت محمد على الكرة الأرضية، يعني منو؟ خلي يجيني ويقول لي منو. نعم، بارك الله بك. وهذه قصيدة لوالدهم أمير المؤمنين أنا سمعت إياها. نعم. إذا بها مجال. اتفضل، لا تسمعنا من التلفزيون، من الهاتف. نعم. تفضل. العالي اشتاق العالي بهاي المسيرة، واشتياقي المصطفى وبنت الزكية، ودى ملك الموت يم عم الحميلة، يقبض الروح الطهور والنقية،
سوى عمي الملك ظل يستعيد يوصل الباب ويريد يكرر الحالة ويحاول مرة مرتين. هذا ملك الموت حاير بين الأمرين بين أمر رب الجلالة وموت أبو حسين. صعبة صعبة حتى الملك بموتهم يستحي يقبض الأرواح. وعظم الله أجرنا وأجركم وأجركم معظمة بارك الله فيكم. طبعا يتميزون شعبنا العراقي بالذات بأنه تكون عندهم هاي سليقة الحزن بأن يطلقون الرثاء والأشعار والنواح على آل البيت سلام الله عليه. نعم تفضل. نعم. عباس من صلاح الدين حياكم الله، تفضلوا أخ عباس. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. نعم. نعز على المستمعي بالتشفاز إمام الكرم عليه السلام. السلام على إمام محمد جود. السلام على مولى الكرم ونور العين وإمام صحيح محسن عليه السلام وخي أبو خضر عباس عليه السلام وخي جنب الكبرى عليه السلام. السلام على إمام الكاظمين. السلام على إمام عسكرين. السلام على إمام الكرم. السلام على سياخ خليفة الله وخليفة أباء المهديين. السلام عليك يا وسيلة وسيع الماضي. السلام عليك يا حافظ أسرى رب العالمين الإمام المهدي عجل الله تعالى خالد الشريف. ألو تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعز عالم السامي بالتشهاد إمام الكاظم. تقبل الله عزائك. تقبل الله عزائك وعزائك. سلام على سليمة. سلام على سليمة. سلام على رقية. سلام على حميدة. سلام على عبد الربيع. سلام على علي أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنيئا لكم هنيئا لكم. تقبل الله إن شاء الله. تحسب زيارة وبالتأكيد أمتنا عليهم أفضل تحسب مواساة أيضا. هم يعني أهل الكرم وأهل الطيب إن شاء الله. مجرد ذكر هذه الكلمات إذا كان اللسان يعجز ولكن القلب يتحدث بالتأكيد والدموع تتحدث عن مظلومية أهل البيت عليهم أفضل وتم السلام، فالله حسبهم والله هو الناصر إليهم في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان. بالتأكيد عندما طلب الإمام الكاظم سلام الله عليه بأن يتفرغ للعبادة وإن كان في قعر السجون هكذا رد الله عز وجل بأنه أعطاه ما يتمنى، فعلينا بأنه نقتدي خير الاقتداء بسيدي مولاي موسى بن جعفر الكاظم عليه. نعم. أفضل تم سلام في سجن هذه الحياة، لكن نستمر في إعطاء العبادة الحقيقية الخالصة لله. نعم. عز وجل. لدينا اتصال من ميثم من البصرة. عظم الله أجورنا وأجوركم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جيت أحكي شوي، عندي قصة لمدة 5 دقائق إذا فاضين تحكوني وياي. أنا أعتذر منك يعني، يا ريت تقلصها يكون وتفضل. نعم. تفضل احكي. والله سنة 2021 كرامات أبو الجوادين بس رحت، والله بس رحت لأبو الجوادين وكويت بابا وقلت له أريد منك التعيين، بس رجعت لأهلي لقيت التعيين قدامي. أي أيوة والله صدقت، والله الأي العظيم لقيت التعيين قدامي. الموعد يوم 28/8/2021 رحت لأبو الجوادين عمود أشياء همي، والله لقيت التعيين قدامي بس رجعت للبطرة. صادق والله صادق. هذا جرى معانا كلنا هذا الشيء. إيه انه المعاجز والكرامات شيء مو طبيعي، شيء فوق العادي يعني، بالذات موسى بن جعفر سلام الله عليه قاضي الحاجات بشكل. الله يخليك والله. ان شاء الله يجعلنا واياكم من شيعته المخلصين. 2021 بشهر الثامن. نعم. يوم 28 نعم بس رحت لابو الجوادين، قلت لابو الجوادين راح اريد من عندك تعيين، والله بس رجعت لقيت تعيين قدامي. صادق صادق والله. ان شاء الله دومكم على نهج الامام موسى بن جعفر. شكرا جزيلا لاتصالكم، جزاكم الله خير. ان شاء الله من الناس الطيبين ومن خدام اهل البيت. امين يا رب. طبعا هذا التمني اللي تحدثتي به قبل قليل عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، نقلت الكتب عن لسان عيسى بن جعفر المنصور
وهذا أحد سجاني الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، بأنه سمع الإمام، وكان من عادة هارون اللعين أنه يخليهم يتلصصون ويتجسسون على الإمام حتى يسمعون منه، بأنه طلبت من ربي أن يفرغني لعبادته، ففعل ربي في محاولة منهم أن يجعلون سجن هارون سجن مشروع وتنفيذ لرغبة الإمام. فهنا يعني نحب نبين أنه الإمام بكل أفعاله عابد، الإمام معبد متنقل، هو لا يفرغ عن العبادة، لا يحتاج أن يتفرغ في سجن حتى يعبد، هو عندما يفتي، عندما يقوم، عندما يقعد، عندما يخرج للجهاد أو ينام في بيته، هو عابد بكل أحوال. حسن من ديالة إن شاء الله، ونكمل الحديث يا ابتهاج. حياكم الله، تفضلوا يا أخ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. متعمي بازح معلش أخوش بالسجن بالمحتقل، وأكون ممنوع لو نسألكم الدعاء. ربي يفرج عنكم إن شاء الله بجاه موسى بن جعفر. السجن الحقيقي موسى بن جعفر، لا تنسينا بالدعاء. إن شاء الله، إن شاء الله ما ننساكم بالدعاء والزيارة. والسجن الحقيقي هو عدم الإخلاص لله ولأولياء الله. رحمة الله على والدتي، عيوني رحم الله والدتي خيتي. إن شاء الله رح ننطيك بعض المشاهد إذا أمكن أستاذ علي المخرج تنطي بعض المشاهد حتى يزور سيدي مولاي موسى بن جعفر والجواد سلام الله عليهما، وحدثهما بما شئت. رحم الله والدتي جزاك الله ألف خير. إن شاء الله ينفك سجنكم يا رب. إن شاء الله. أو سجن سجينكم إن شاء الله بجاه موسى بن جعفر. رحم الله والديك عيوني ورحمة الله على والديه. نعم إن شاء الله، شكرا لاتصالكم. نعم. في مرة من المرات حصل معي أنه كان عندنا مسجون في أيام النظام السابق، فكتبت نذر لموسى بن جعفر بأنه إذا أطلق سراحه وذهبنا إلى بيت الله الحرام أنا أوفي نذري أن أطبخ للإمام موسى بن جعفر في يوم شهادته. صادف أنه السنة مرت حدثت أحداث أنه طلع من السجن وإجا أمر بتسريح الجميع بالضربة اللي صارت ضربة بوش، وحدث أنه صار فتح للمجال إنشال العمر من الرواح إلى الحج، وكتب لي الله الحجة. أني نسيت مع ذلك، نسيت نذري، فوجدنا الورقة اللي كاتبتها قبل 5 أيام من شهادة موسى بن جعفر. إيجادنا للورقة اعتبرها كرامة لموسى بن جعفر أنه يذكرني هذا أنت كتبتيه بإيدش، لأن الأحداث كثيرة وقصف وكذا، شلون أنا نذرت نذر أتذكر اللي حولي قالوا هذا شيء مستحيل، يعني أحد عندنا كان يتسرح أو يطلع من سجن أو يتسرح أو الرواح البيت الله المحدود بالأعمار كله يحدث في سنة واحدة. فهذا يعني هاي عطايا موسى بن جعفر سلام الله عليه، ويبرزها قريب المناسبة ألقى الورقة مكتوب بيها وأوفي النذر بإذن الله. نعم الشاعر هادي الخاقاني. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن مشاركة بمقطوعة قصيرة للإمام الكاظم عليه السلام؟ نعم تفضل تفضل. لو نفرض فرض هارون موجود وتسأل الناس ليش محارب الكاظم، بالتأكيد راح يقول هارون أسباب الحرب معروفة للواجب. إذا موسى بن جعفر سالم نخليه كرسي للخلافة ما يظل سالم، والدمغ الخبر لعدى أهل البيت عن ذاك الفعل هارون كم نادم، هارون بجهنم بين نار ونار والفردوس تسب حضرة الكاظم. والدقسم قسم بالخالق الجبار واقسم بالنبي المختار ابو القاسم، هذا هارون يقول الدقسم قسم بالخالق الجبار واقسم بالنبي المختار ابو القاسم، الما يعلن ولاء الحيدر الكرار يوقف على الصراط ويعتبر نادم، ما يوصل الجنه ولا يشم الريح كل من شارك بكثره ضلع فاطم، ما يوصل الجنه ولا يشم الريح كل من شارك بكثره ضلع فاطم، دنيا وزائله والناس كلها تروح، دنيا وزائلة والناس كلها تروح، وبس وجه الجليل اللي يظل دايم، وبس وجه الجليل اللي يظل دايم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله فاكم، وإن شاء الله دائما خدمة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وسلامه.
كثيرة هي الأحداث التي تتحدث عن مظلومية أهل البيت عليهم أفضل وتم السلام، ولا سيما مظلومية الإمام الكاظم سلام الله عليه، فينقل الرواة ذواتهم من السجان بأنه كلما كان في مكان للإمام الكاظم سلام الله عليه تنتقل هذه الطاقة النورانية إلى الأشخاص الذين من حوله، فيتحولون من الأشخاص الذين لا توحيد ولا أخلاص ولا عبادة إلى أشخاص صالحين. لذلك عندما تزور الإمام سلام الله عليه، الطاقة النورانية لضريح الإمام هي من تعطيك، هي من تذهب عنك الهموم، هي من تزيح عنك المظلومية، هي من تشعرك بأن الله عز وجل في كل مكان. في هذه الأماكن تجد القرب لله عز وجل، لأنه الإمام المظلوم سلام الله عليه قد فوض وسلم أموره لله عز وجل، والله عز وجل هو حسبه وهو الناصر الحقيقي لبنو البشر. فعلينا كلما تعرضنا إلى مظلومية معينة أو هم أو كرب أو حاجة مستعصية أن نلتجئ لله عز وجل، ولكن عبر أبواب. هذه الأبواب هم آل محمد الأطهار عليهم أفضل وتم السلام. هذه هي ملامح العبادة الخالصة التكاملية التي سعى إليها أولياء أهل البيت عليهم أفضل وتم السلام، عليهم أفضل وأتم السلام. بالتأكيد للحديث هنالك أطراف لا بد أنه نسلط الضوء عليها بشكل دقيق أكاديمي بحت. وانضم معنا سماحة الشيخ مدير الكاظم من داخل العتبة الكاظمية المقدسة، حياكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم باقتراب ذكرى شهادة موسى بن جعفر عليه أفضل وأتم السلام. نبدأها بالعبادة الفاعلة والرسالية للإمام موسى بن جعفر عليه أفضل وأتم السلام، وأنتم بالقرب منه ومن المستلهمين من هذا الفكر، لا وهو فكر آل محمد عليهم أفضل وأتم السلام، ولكن تحديدا وحصرا فكر الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل وأتم السلام. تفضل. عليكم السلام أختي، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، أعظم الله أجوركم وأجورنا، ولا شك أن التعازي ترفع إلى مقام ولي الله الأعظم الحجة ابن الحسن، ونحن نعيش ذكرى أيام شهادة سابع الأئمة الأطهار مولانا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. العفو أختي، فيما تفضلتم به من سؤال يتعلق في خاصية من خصائص شخصية الإمام موسى بن جعفر، وهي تعد من الآثار التي وضحت على سلوكياته صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو موضوع العبادة. طبعا الملفت للنظر أن كل الذين ترجموا للإمام موسى بن جعفر عبر التاريخ يعني وفي ميزان التقييم، يعني مثلا محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول، وكذلك صاحب الفصول المهمة ابن الصباغ المالكي وغيره من الذين كتبوا بالإمام، يقول العبد الصالح الجليل القدر العظيم الشأن الذي كان يقطع النهار صائما والليل قائما. لاحظين أختي إيش قد يأكدون على القضية العبادية للإمام موسى بن جعفر. طبعا مما اشتهر عن الإمام موسى بن جعفر هو صلاة الإمام، هذا الصلاة اللي في مرحلة من المراحل مثلت رسالة من رسائل الأنبياء. قالوا يا شعيب، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا. تلاحظين الصلاة في لحظة من اللحظات لها دور رسالي، الصلاة في لحظة من اللحظات تشكل علامة فارقة، تشكل ثورة على الظلم. يعني مثلا أختي إلى الآن الصلاة اللي صلاها الحسين يوم العاشر علامة فارقة على خسة الأمويين وعلى عظمة الحسين الذي لم يغادر الصلاة وهو في ميدان المعركة. كذلك الإمام موسى بن جعفر صير من خلال هذه الصلاة ومن خلال هذه الركعات التي يترنم بها ويناجي ويدعو ويتضرع مع ربه، شكلت عامل ثورة وتأثير. يعني مثلا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء من يمر في ترجمة الإمام موسى بن جعفر يقول من الذين تأثروا بعبادة الإمام موسى بن جعفر وصلاته ودعائه هي أخت السندي ابن شاهق، هو الإمام انقتل في طامورة السندي ابن شاهق، يقول من الذين تأثروا في صلاة موسى بن جعفر
أخت السندي كانت تلي خدمته وتقول له: تعسل لقوم ناوؤوك يا ابن رسول الله فإنهم خفيفي الميزان يوم القيامة. غلام السندي تأثر بصلاة الإمام موسى بن جعفر. أكثر من ذلك، يقال إن عامل العباسيين بالبصرة، باعتبار الإمام انسجن بالبصرة سلام الله عليه، عامل العباسيين تأثر بصلاة الإمام وكتب إلى هارون: إن كان عندك شيء عند موسى فخذه من عندي، وإلا أطلقت سراحه. ليش؟ لأن الإمام موسى بن جعفر صير من السجن محراب، هذا المحراب يبعث بصداه ومداه إلى الشارع البصري، كاد أن يحدث انقلابا. أكثر من ذلك، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أثر حتى في فقهاء البصرة. ياسين الزيات كان يراجع الإمام موسى بن جعفر. عندما انتقل الإمام إلى سجون بغداد، في سجن الفضل ابن الربيع، إذا مر على حضراتكم الرواية اللي يقول له هذا موسى بن جعفر، يخاطب هارون يقول له: هذا موسى بن جعفر يصل صلاة الليل بصلاة الفجر فيسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلا للزوال، ويسجد سجدة لا يرفع رأسه إلا للعشاءين، يفطر على قليل من الطعام ويعاود صلاته. هذه الصلاة لم تكن مقتصرة على النسك، وإنما كانت تشكل عامل تأثير. عفوا أختي. نعم سماحة الشيخ، بوركتم وعلى ما تفضلتم به من كلمات. عادة ما تكون الصلاة مثل شوكة أو رمح في عين هذا العاتي الذي لا يصلي، فيزداد حنقا وغيظا، يعني يشعر بقربه من الله ويشعر بنفسه بأنه عدو لله عندما يعادي هذا الشخص. طيب، العبادة الرسالية والعبادة الفاعلة بالنسبة للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لا يفترق يعني عن العبادة، سواء كان بالسجن أو كان طليق. ما الذي كان هو أحب للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ يا ريت تتحدثونا عن العبادة الفاعلة والعبادة الرسالية. تفضل. بلي أحسنتم. احنا بالجواب ننطلق مما تفضلتم به. الإمام هو العابد داخل السجن، والإمام العابد خارج السجن. هذه مسألة العبادة الرسالية اللي وجهها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، طبعا بعثت بمجموعة من الإشارات، بمجموعة من العبارات. واحدة منها أراد الإمام أن يوصل للمقابل: أنك إن أردت أن تدفن هذا الألق الرباني في طامورة السجون فإنه يستطيع أن يحطم قيد السجن ويؤثر بالساحة الاجتماعية، وذلك عن طريق هذه الصلاة. زين، باعتبار الإمام سلام الله يعني حركته داخل السجن كان لا يملك شيء إلا هذه العبادة، صير من هذه العبادة ما يحطم به قيود السجن ويؤثر حتى في رجالات الدولة. طبعا أختي بالمناسبة، إحنا من نقول عبادة رسالية فاعلة، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بعد أن يعني اقتحم العقدة السياسية وعقدة الحاكم، وراد يقول له: إحنا ترى ما يقيدنا سجن، ما يقيدنا قيود، وإحنا حركتنا الرسالية مستمرة في سواء في الساحة الاجتماعية الحرة أو داخل السجن المقيد. هناك روايات أن الإمام موسى بن جعفر حول السجن إلى محراب مرة، وحول السجن إلى جامعة علمية، يعني أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وهؤلاء من أقطاب الفقه الحنفي كانوا يرجعون إلى الإمام موسى بن جعفر، يستغلون فرصة وجود الإمام بالسجون، يجون يراجعوه ويستفتوا بمسائل. وكذلك الموضوع بالبصرة، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان يراجعه من الفقهاء ياسين الزيات. أكثر من ذلك، في رسالية وفاعلية عبادة الإمام موسى بن جعفر، حتى معلم أولاد السندي ابن شاهك، هذا كان ينزل إلى الطامورة ويكتب ويدون، ونقل لنا مسند باسم الإمام موسى بن جعفر
ضمنه 59 حديث. هذا الإمام وين؟ مو بالسجون اللي كانت على سطح الأرض، حتى في الطامورة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله يدلل على أن شخصية الإمام موسى بن جعفر من خلال إطاره العبادي كانت شخصية مؤثرة وليست بالمتأثرة، عفوا. نعم، لأن الإمام الكاظم سلام الله عليه هو نور من أنوار الله عز وجل، وهذا النور أو الضوء لا يسجن بالتأكيد. في طريقة تسليم الإمام الكاظم سلام الله عليه شأنه كشأن كل أولياء أهل البيت عليهم أفضل السلام، كيف يعني نصنع إلى أنفسنا القوة والصبر والعقيدة الحرة في أنه نسلم أيضا أمورنا كلها لله عز وجل؟ كيف نربي أنفسنا على التسليم المطلق لله عز وجل؟ أحسنتم أختي. طبعا هذا أيضا من الدروس القيمية، الدروس المناقبية اللي إحنا إن شاء الله يعني، أو سمعت آني في بداية حديثكم عندما توجهتم بالسؤال، شرفنا بسؤالكم، أنه نحن في استقبال أيام استقبال شهادة الإمام موسى بن جعفر. هذا يعطينا واعز على أن هناك الملايين التي سوف تقصد طبعا، والكاظمية منذ هذه الأيام، من هذه الأيام هي مزدحمة بالوصول إلى الإمام لكي تلقي التحية. جدير بهذه الجموع المليونية أن تستلهم العبر وتستلهم الفوائد والفرائد من حياة هذا الإمام الصابر الحكيم صلوات الله وسلامه عليه، الذي طالما كان يدعو ربه: يا محسن قد أتاك المسيء، تجاوز بقبيح ما عندنا بجميل ما عندك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أثرت عنه تلك الأدعية، هذه السجون ما أثرت على عبادته، ما أثرت على علاقته مع الله عز وجل، ما أثرت على الإمام صلوات الله وسلامه عليه كونه المؤتمن على الشرع المبين. حتى أن الإمام كان يكتب الرسائل، كان يكتب لأصحابه، يوجه الساحة الاجتماعية على المستوى التربوي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى العلمي، على المستوى المعرفي. أثر عنه رغم قلة السجون، رغم المحنة اللي عاشها الإمام، باعتبار الإمام عاصر أعتى حكام العباسيين، زين؟ أعتى يعني حكام الخلافة العباسي، سلطوا الضغط على الإمام. لكن هذه القضية، الإمام كان محاصر خارج السجن وداخل السجن، إلا أن موسى بن جعفر سلام الله عليه مما أثر عنه أنه ربى أكثر من 300 راوي يروون عن الإمام آثاره وأخباره، لا سيما رسالة العقل التي كتبها إلى تلميذه النجيب هشام ابن الحكم. يعني الإمام سلام الله عليه اقتحم الحياة وحقق الدرجة الرسالية وحقق العبادة الفاعلية، سواء كان خارج السجن أو داخل السجن، وهذا درس نستفيد منه. عفوا أحسنتم سماحة الشيخ منير الكاظمي، جزاكم الله خير الجزاء، الله جعلها الله في ميزان حسناتكم، الله أجورنا وأجوركم، حياكم أبدا لنصرة محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لإمامكم. طبعا كما بين سماحة الشيخ بأنه عاصر أعتى عتاة العباسيين، المنصور العباسي لعنه الله، ومن ثم المهدي محمد المهدي ابنه، ومن بعد موسى الهادي، ومن ثم هارون اللعين، وهم كانوا يتصفون بالوحشية والعنف وقتل وسفك دماء كل من يشكون بي ولو لحظة بأنه ينازعهم الملك. هذا الحقد واللؤم عندما يملأ قلب الإنسان ينماث الإيمان، يصير تفكيره فقط مادي، ينصب على المنصب، ينصب على المركز اللي هو رايده، ينسى الآخرة. أمثال هؤلاء باعوا آخرتهم بدنياهم، اشتروا الدنيا واشتروها بثمن بخس وباعوا آخرتهم. عندما يكون من أصعب الفتن على الإنسان أن يمتحن مع أقرب الناس إلى الله عز وجل، مع آل محمد صلى الله عليه وآله، مع من يجب التسليم والطاعة له، بل قابلوه بالقتل وقطع الرحم. من ذلك ما جرى على الإمام موسى بن جعفر في سجن المهدي محمد المهدي، بأنه
قد سجنه وهم بقتله صلوات الله عليه وسلامه، فرأى هذا اللعين المدعو محمد المهدي، وطبعا هم يتعمدون يسمون بهذه الأسماء لأنهم عدهم من الأخبار التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله في أن خليفة آخر الزمان محمد المهدي وإلى آخره من الأخبار، فيتيمنون بهذه الأسماء يحاولون أن يستميلون الشيعة ويموهون عليهم الأخبار. فرأى في منامه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه قد أتاه، فتلا عليه الآية الشريفة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وكان وجه أمير المؤمنين كالمغضب، ورأى ما رأى في منامه بأن هم رجل أسود أن يقتله إلى آخره مما جرت عليه الأخبار، ففزع من نومه وأمر بفك سجن موسى عليه صلوات ربي وسلامه. إذن الإمام لم يتعرض إلى سجن هارون فقط، بل سجن هارون وسجن من سبقه. هنالك اتصال. دعم يا ابتهاج علي من بغداد، حياكم الله. دعم تفضل يا علي نسمعك. اسمعني من الهاتف ونصي صوت التلفزيون، اسمعني من الهاتف وإن شاء الله راح نعطيك مشاهد حية لضريح الإمامين سلام الله عليهما. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وعظم الله لكم الأجر وحفظكم العزاء بمواصلة استشهاد راحل بني هاشم الإمام موسى بن جعفر، وجعلنا وإياكم من الذين يسيرون على منهاجه بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. قدموا مشاركة إذا ما صير زحمة. تفضل. نعم تفضل يا علي. ونهاي يا 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 على الكاظم نوح بليل، ونهاي يا 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 على الكاظم نوح بليل، ونهاي يا وصب الدمع شبه السيل، والله وانهار وانهار جسم باب الحوايج دابدا، والله وانهار وانهار أنا مسجون وجرع جاسر مني، أي مسجون وجرع بخير ان شاء الله. احسنتم. ان شاء الله نكون من المعزين ببركه الصلاه على محمد وعلى محمد. نعم. صلى على محمد وعلى محمد. شكرا جزيلا يا علي، طابت الانفاس وطهرت ان شاء الله بذكر محمد وعلى محمد. عن موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، الذي يقال لقب بالكاظم لما قد كظمه عما فعل به الظالمون التنكيل والارهاق حتى يقول ابن الاثير. عرف الإمام عليه السلام بهذا اللقب لصبره ودماثة خلقه ومقابلته الشر بالإحسان. وأيضا يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطع الله فيه. يعني كلما زاد هذا الظالم المنافق الحاقد بشيء معين جامله أو أعطه ما فيه طاعة لله عز وجل. نعم، أن تطع الله فيه، أن تنصفه من نفسك ولا تظلمه. لدينا اتصال. أبو علي من السماوة. السلام عليكم أختي العزيزة، عظم الله أجرنا وأجركم. الأجر وأحسن لنا ولكم. أنا عودت الاتصال مرة ثانية على مود أريد أقول لك بركات أهل البيت عليهم السلام بنبوة محمد وأمامه علي وأم البتول وينين المسموم والدم الذبيح وزهد السجاد وعلم الباقر وصدق الصادق وغربة الرضا وكرم الجواد وحكمة الهادي. حقيقة احنا ماذا نسمع صوت أبو علي؟ إني مواطن من محافظة السماوة،
انتجهت الى سيدي ومولاي احمد ابن موسى الكاظم عندنا بالسماوه ابو روايه. طلبت من عنده، انا كانت صلاتي مو 100%، طلبت من عنده قلت له جيتك يا ابن باب الحوائج لا تفشني، انا اريد على دينكم على دين الله سبحانه وتعالى اللي خبالكم اياه. والله رجعت لاهلي، خلاني شاعر وخلاني رادود وخلاني اقرا القران ليل ونهار واصلي ليل ونهار. ما شاء الله محمد على محمد. شكرا جزيلا لاتصالكم، أدام الله علينا وعليكم بركات أهل البيت، سلام الله عليهم. لدينا اتصال. نعم عندنا اتصال هاتفي آخر. نعم أعتقد نعم. أنه انتهت الاتصالات، يعني باقي دقيقة ونصف إن شاء الله. إن شاء الله ينتظرون التغطيات القادمة إذا كان هنالك أي مشاركة أو كرامة مثل ما ذكرتم في بداية الحلقة، ومعذرة للأخ نعم أبو علي ما كان صبر. عظيم الكرامات موسى بن جعفر سلام الله عليه الدال على دين الله، هذه الأغلال وهذه القيود تحولت إلى أنوار سطعت في سماء الأرض. طبعا اللي توقفوا عن إمامة موسى بن جعفر سلام الله عليه أغلبهم في منطقة الهند، هؤلاء الإسماعيلية يعرفون بأنهم يتولون إسماعيل بن جعفر الصادق، تحولوا إلى التشيع بفضل كرامات موسى بن جعفر. وما نشاهده الآن أنه أكثر الناس تبرعا لمرقد الإمامين الكاظمين عليهما صلوات ربي وسلامه، حتى تبرعوا بدار ضيافة، تبرعوا بكثير من الأمور، كثير من الأموال، كثير من المواكب اللي جاءت من الهند معتذرة وقد صححت المسار، استبصروا بنور الإمام موسى بن جعفر وبالكرامات الباهرة اللي جرت عندهم، فصاروا إلى المذهب الحقيقي الاثنى عشري ينتظرون صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مشاهدينا بهذا نختم وإياكم، ونحن وإياكم على موعد يوم غد إن شاء الله بعد صلاة المغرب والعشاء، حيث سيتم تبديل الأعلام في القباب الكاظمية إن شاء الله، وستكون التغطية مستمرة وحتى 25 من رجب يوم شهادة الإمام موسى بن جعفر، فعظم الله لنا ولكم الأجر ووفقنا وإياكم لنصرة محمد وآل محمد. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا ابتهاج، إذن ننتظر إن شاء الله بفارغ الصبر يوم غد إلى رفع رايات العزاء حتى نجدد العزاء، ونقول حي على العزاء مع صاحب العصر والزمان إن شاء الله، نوفق في أداء هذه المحبة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.